لا تبدو متنزهات الحديدة ولا شواطئها بخير، لم تعد زاخرة بالزوار وجاذبة لهم كما عرفت طيلة عقود، حيث كانت وجهتهم السياحية ليس لأبناء المحافظة فقط ولكن للزوار من أغلب محافظات الجمهورية. من الأزمة ذي الناس ما يجوش، ما في الشغل، بترول غالي من الحروبات ذي، حتى الساحل ما في، زي من كل عيد يقول لا زي من الآن الساحل مزدحم. تشهد الحديدة تراجعا كبيرا في الخدمات وتدهورا على مختلف المستويات، خصوصا مع سيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع على المحافظة ومحاولة إخضاعها وانتشارها على طول هذا الساحل بين وقت وآخر، ما يتسبب من مضايقة الزوار، وهو ما يدفع المواطنين للبحث عن أماكن أخرى أكثر هدوءا يقضون فيها إجازة عيد الفطر. الأوضاع زفتة، يوم لك ويوم عليك، ما فيش أمل، يوم تجلس يوم لا ويوم كذا ويوم كذا. على الرغم من كل ذلك إلا أن البعض وجد في هذه الفرصة متسعا لقضاء أوقات بهذه الشواطئ وبأبسط الأدوات وبحدود الخدمات المتوفرة، في مشهد يعكس الشغف الذي يمنحه البحر للصغار قبل الكبار. هنا في الساحل الغربي للبلاد، حيث تستلقي مدينة الحديدة على شاطئ البحر الأحمر، مفتقرة إلى أبسط الخدمات ومقومات العيش الكريم كمدينة ساحلية تفتقر إلى الكهرباء التي غابت عنها منذ عام، وهو ما يدفع البعض إلى قضاء أوقات العيد هنا، فالكثير من الناس يمضي الساعات هربا من شدة الطقس الحار، ما يجعل من هذا الصيف في الحديدة موسم الهجرة إلى البحر.